انتظار صفيت الحكم على هادي دالي. وبداية المباراة تجمع ما بين نادي أسودة خبازة القنيطرة وجمعية المدينة العليا في إطار الجولة 20 من القسم الوطني الأول للدوري المغربي الفوتسال. حمزة السلامي قوية وخروج موفق. المراوغة مقطوعة من أشرف بوزدافة معاد السنة. معاد السنة كيتقدم بها عند أشرف بوزدافة. مراوغة جميلة 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 والهدف الأول لأسود خبازة القنيطري. تمريرة على المقص من أشرف بوزدافة وزكريا كوسي ما كيتردش وكيسجلها في الشباك. بالتالي الدقيقة 11 من المقابلة أسود خبازة القنيطري كتقدم بهدف دون رد أمام جمعية المدينة العليا. مراوغة كانت جميلة من أشرف بوزدافة والهدف الأول لأسود خبازة عن طريق اللاعب زكريا كوسي. لاعب المدينه العليا مقطع من طرف دائما عند ايوب السلامي لاعب المدينه العليا. ربحت على تسلم مراوغه جميله 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 كتضيع على بعد سنتيمترات قليله على بعد سنتيمترات قليله. انفد تماس طويله السلامي حمزه عند ايوب السلامي والاخر كيعدل النتيجه لصالح المدينه العليا على بعد 4 دقائق من نهايه الشوط الاول للمقابله. المدينه العليا كيعدل النتيجه هدف مقابل هدف عن طريق عامد الفريق ايوب السلامي. كانت تمريره قويه ودقيقه من حمزه السلامي وكتمشي اتجاه الزميل ديالو والشقيق ايوب السلامي وتعدل النتيجه هدف مقابل هدف ما بين اسود الخبازه القنيطري وجمعيه المدينه العليا. سفيان اكوجدام لاعب المدينه العليا جميله جميله من حمزه السلامي بحيث المراوغه تسديد وكتصدي عليها محمد الشريدو. محمد امين حيس كيسجل الهدف الثاني لصالح المدينه العليا بعد ما تم تعديل النتيجه قبل قليل عن طريق اللاعب ايوب السلامي. بسرعه تسديده قويه عن طريق حمزه السلامي كيتصدى لها محمد شريدو ومحمد امين حيس كيضيف الهدف الثاني لصالح المدينه العليا القنيطري 2-1 امام اسود الخبازات بعد ما كان الاخر متقدم بهدف دون مقابل سجلوا زكريا كوسي. تعديل النتيجه عن طريق ايوب السلامي والثاني لصالح المدينه العليا عن طريق محمد امين حيس. الحركة اللي كانت ما بين المدينة العليا قوية 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 كتضيع تقدم بها قطع من لاعب في القبازات سعد الله حاجبي كيبحث على المراوغة والتمرير كيحافظ على الكرة ديالو. جميلة 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 من سعد الله حاجبي. أنس الطيبي كيحطها على المقاس عند زكريا كوسي وتعديل النتيجة هدفين مقابل هدفين ما بين أسود القبازات والمدينة العليا. كانت لعبة جميلة من سعد الله حاجبي اتجاه أنس الطيبي الآخر كيحطها على المقاس عند زكريا كوسي اللي كيسجل الهدف الشخصي الثاني ديالو في هذه المقابلة والثاني لصالح أسود القبازات وتعديل النتيجة هدفين مقابل هدفين. 23 دقيقة أو 24 دقيقة على بداية المقابلة. الشوط الثاني التعادل الإيجابي ما بين أسود خبازات القنيطري وجمعية المدينة العليا هدفين مقابل هدفين. فدا عند إلي الشاكي وتدخل لعزيز بوغال كتقدم بها معاد السنة وجمع خطيرة خطيرة جميلة انطلاقة ممتازة من معاد السنة لاعب أسود الخبازات والهاتريك كيبصم عليه زكريا كوسي. الهاتريك زكريا كوسي في هذه المقابلة انطلاقة من معاد السنة وزكريا كوسي كيسجل الهدف الشخصي الثالث له والثالث لصالح أسود الخبازات. إذا دقيقة 27 من المقابلة أسود الخبازات كيتقدم 3 أهداف مقابل هدفين أمام جمعية المدينة العليا القنيطري. كيفما أسود الخبازات الشوط الأول كان متقدم بهدف دون مقابل المدينة العليا قلبوا النتيجة إلى تقدم 2-1 التعادل السريع لصالح المدينة العليا. إلي الشاكي عند حمزة السلامي بسرعة المدينة العليا كيعدل النتيجة 3 أهداف مقابل 3. لازلنا في حديث عن الهدف الثالث ديال أسود الخبازات. حمزة السلامي وعلى قدم الجميع وبعد تمريرات إلي الشاكي كيسجل الهدف الثالث لصالح المدينة العليا في المقابلة والهدف الشخصي الأول في هذه المقابلة أمام أسود الخبازات. تماس صالح أسود الخبازات عند زكريا كوسي طويلة 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 عند سعد الله حاجبي والهدف الرابع لصالح أسود الخبازات عن طريق أنس الطيبي. انسلالة خطأ غير مفهوم من لاعب المدينة العليا انسلالة من سعد الله حاجبي وأنس الطيبي كيسجل الهدف الرابع لصالح أسود الخبازات. 4 أهداف مقابل 3 ما بين أسود الخبازات القنيطري والمدينة العليا. أنس
الطيبي كيسجل الهدف الرابع. انس الطيبي كيسجل الهدف الرابع في هذه المقابله. كانت توقف غير مفهوم من محمد امين حيث لاعب المدينه العليا تقدم بها سعد الله حاجبي وكيقدم تمريره على المقص. انس الطيبي اللي ما كيترددش وكيسجل الهدف الرابع. صراع ما عرفنا شنو وقع ما عرفش شنو وقع. صراع ما بين الفريقين وفي شجاعه قويه من لاعبي المدينه العليا. الإصابة كانت خطيرة. محمد أمين الحيس تدخل المسعفين الأرضية تاع الملعب النقطة الأخيرة من خلال الاستفسار ديالنا فسبب توقف محمد أمين الحيس في اللقطة اللي كانت قبل الهدف كانت سبب الإصابة ديالو في القدم خلاته يتوقف. لاعب أسود خبازات تقدم بالكرة وسجل الهدف الرابع. ما واش كانت عندهم دراية بإصابة اللاعب في تلك اللقطة أم لا لازلنا غير متأكدين ونتمنوا جواب من الحكم. سيرا قدام أيوب السلامي جميلة تدخل في الوقت المناسب تدخل من محمد شريدو. حمزة السلامي طويلة التعادل المدينة العليا عن طريق اللاعب أيوب السلامي. كانت قوية من حمزة وأيوب السلامي كيعد النتيجة 4-4 ما بين المدينة العليا وأسود الخبازات. 5 دقائق على نهاية الشوط الثاني والمقابلة. التعادل الإيجابي 4-4 ما بين أسود الخبازات والمدينة العليا. أيوب السلامي كيسجل الهدف الثاني في هذه المقابلة الهدف الشخصي الثاني والرابع للمدينة العليا وبالتالي التعادل 4-4. زكي الكرسي الحكم يقول فيها شيء عند زكي الكرسي كيتقدم بها كيستاد كريمو. ممتاز كريمو في هذه اللقطة الأخيرة كانت جميلة من زكي الكرسي وتدخل انتحاري ممتاز من كريمو حارس المدينة العليا. تدخل ممتاز من كريمو حارس المدينة العليا قنيطري وكيستمر التعادل الإيجابي 4-4. أيوب السلامي حمزة السلامي كيتقدم بها قوية وكتضيع وضربة مرمى مرتدة خطيرة لطالع وسيلة خبازات. معاذ سنة أشرف بوزلافة والهدف الخامس لصالح أسود خبازات قنيطري عن طريق اللاعب أشرف بوزلافة اللي كيسجل الهدف الخامس على بعد دقيقة ونصف من نهاية المقابلة. معاذ سنة كيقطعها تمريرة على المقاس عند أشرف بوزلافة و5-4 تقدم أسود خبازات أمام المدينة العليا قنيطري. مقابلة مثيرة تشكوكية. أسود خبازات كيقلب النتيجة وكيحولها للتقدم ب5-4. المدينة العليا ما خاصوش يستسلم أسود خبازات مقابلة الذهاب بنفس السيناريو قلب التقدم. غنشوفوا المدينة العليا واش هو الآخر غيقلب التقدم 6-5 أم أن الهزيمة غتبقى 4-5. أيوب السلامي طويلة مقطوعة من سكوكنيك طويلة ما بقاش بزاف. أنس الطيبي والهدف والهدف السادس لصالح أسود خبازات 6-4. هذا السادس صالح أسود خبازات. أسود خبازات كيحسم المقابلة بانتصار 6-4 على حساب المدينة العليا. انتصار ثمين ومهم جدا لصالح أسود الخبازات في صراع البقاء. أسود خبازات بشكل كبير ضمن البقاء ديالو ضمن أندية القسم الوطني الأول والوضعية ديال المدينة العليا تأزمت أكثر وأكثر. الوضعية ديال المدينة العليا تأزمت أكثر وأكثر بعد الهزيمة في هذه المقابلة. إذا سيدتي ساداتي نهاية المقابلة بفوز أسود الخبازات القنيطري ب6-4 على حساب المدينة العليا. كان معكم في هذا البث المباشر عبر الفجر سبور المهدي القشيني ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق إن شاء الله.